نزهة مع ونيس. ماذا بك يا روزي؟ رومبا، أخبرني، هل سمعت صوتاً؟ أي صوت؟ هذا الصوت. من يصدر هذا الصوت؟ إنه قادم من أعلى التلة. هيا لنكتشف الأمر. لك أيضا. ما هذا؟ ماذا تفعل يا فكري؟ اسمع. لك أيضا. أنت تضحك للصدى، وهو صدى مزعج للغاية أيضا. هيا يا بلبلة، إنه دورك، اصرخي أنت الآن. لا أنا مشغولة، دعوت صديقي ونيس إلى نزهة لتناول الغداء. سلام. ها ها، بكل سهولة. إذن بالمناسبة كيف يحدث الصدى؟ عندما تصرخ في مكان فسيح يتكرر كلامك أكثر من مرة فتسمعه من جديد. مثلا مرحبا. إلى اللقاء. سمعتما؟ الكلمة تتكرر. انتظر دقيقة. إنه صدى مضحك للغاية. لكن الصدى لا يرد بكلمة مختلفة. سأحقق في الأمر. تعال يا رومبا. كيف نزلت إلى هناك؟ أسرع يا رومبا. إنه يكررها مجددا. أتلاحظ شيئا غريبا على وجه بينون؟ إنه يضع نظارة. ماذا؟ مرحبا يا روزي، وأنت يا رومبا. لما رسمت نظارة بالطبشور حول عينيك يا بينون؟ هذا غريب، أنا لم أرسم شيئا بالطبشور. هل سمعت ذلك الصدى المضحك؟ صدى مضحك؟ أي صدى مضحك؟ هيا يا رومبا. هل تسمع صوتي؟ أسمعك بوضوح. مضحك بالفعل. أوه، ما هذا؟ توت. أنا أحب التوت. واه، هيا يا روزي الآن. أفلتت منه مجددا. صيد كرز بالسنارة والتوت فكرة عبقرية. أوه، توقفي لو سمحتي. حسنا، تمهلي الآن. أوه، لعبة ذكية. في الحقيقة سأعترف لكم، لقد أوقعتم بي. وأنت أوقعت بنا يا سيد صدى. ما حكاية الصدى؟ أنت تعرف الصدى الذي نناديه. نعم، وأنت ترد علينا. إذا كان كرز هنا والصدى قادم من هناك، فإذن أنت لست الصدى. ها؟ بالطبع لا. من هو إذن؟ أريد إمساك هذا الصدى، وأنا أعرف طريقة لذلك. هل بقيت تكلم الصدى يا فكري؟ يسعدني هذا. لك أيضاً.
اتبعوا هذا الصدى، هيا. لك أنت أيضا. هناك، انظروا. إذا أنت هو الصدى. أهلا. نعم، أفترض أنه أنا فعلا. إذا أنت ونيس. بلبلة قالت إنك تحب الخدع، كانت محقة. نعم، لا يمكنني التحكم في نفسي. لكن ألست مدعوا إلى نزهة مع بلبلة؟ يا ويلي، مستمتعا للغاية بلعبة الصدى هذه، فنسيت النزهة. هل نسيت بلبلة فعلا؟ لن يعجبها هذا. علي الذهاب. سلام. آسف على التأخير، لكني هنا الآن وأنا جائع، سأكل طبقا كاملا من ال... أليس رائعا أن نمتلك شيئا يردد كلامنا؟ ما هذا الشيء يا رومبا؟ تعرفين، شيء يردد ما تقولينه عندما تصرخين. أنت تقصد الصدى؟ كيف؟ الصدى. آسف، أنا لم أسمع جيدا. الصدى. مرة أخرى. حتى أنت يا رومبا. المزاح معدن. وصلتنا هدية. كرز يتقدم، السرعة القصوى. سأسبقك لأنني أسرع منك يا كرز. هيا هيا هيا. هيا يا روزي. بلبلة. مشغولة مشغولة مشغولة. أنا ربحت. ياي، بل أنا البطل. رومبا، من فاز؟ أنا لا أعرف. المفروض يا رومبا أن تراقب. لقد فعلت، لكن في النهاية لم... لا يهم راقبت أم لا، أنا فزت. أنا فزت. روزي، ألن نحضر البسكويت اليوم؟ أتمنى لك الحظ في صنع الحلوى، وإلا يا روزي أحدهم ستؤلمه معدته. لكنني فزت. الشوكولاتة لو سمحتي روزي. لا أصدق أنك لم ترني أسبق كرز. آسف يا روزي، بلبلة ظهرت فجأة. روزي. ماذا؟ أين سري؟ أين ذهب؟ لا أعرف. لا تقلقي، ليس مع البيض والطحين. ربما سقط أثناء السباق. سأذهب لأبحث عنه. حسنا يا رومبا، أنا وكرز بدأنا السباق من هنا. إذن لنبحث هنا. معذرة يا روزي، لفة واحدة احتفالا بالفوز. هذه هدية. أتعرفين عيد من اليوم؟ ليس مهما يا رومبا، المهم أن أجد زري بسرعة كي أسبق كرز مجدداً. لنذهب إلى منزل بينون، مررت به صباحاً. أهلاً يا روزي. أهلاً يا رومبا. وجدتما هدية أيضاً، انظرا. جيد، لكنني أضعت زري. منبهي المفضل اختفى. ودبدوبي بوني. أحدهم أخذ أغراضنا يا رومبا. هذا يحتاج المحقق رومبا. إذن بينون، أنت فقدت منبهك. متى اختفى بالضبط؟ لا أذكر، لم تكن معي ساعة. ليتني أحضرت البسكويت. التحقيق متعب ويشعرني بالجوع. انتبهوا. كفي كفي، هذا تحقيق مهم جدا. أنا سأحاول. حلوى. أحسنتِ يا روزي. إذن أخبروني، ماذا فعلتم صباح اليوم؟
فهمت. ولماذا كنت تقفزين؟ نحتاج إلى مساعدة شخص حكيم وذكي. هذا أنا كارز. مستعدة لجولة جديدة يا روزي؟ لا، لا أريد أن أهزمك مجددا يا كارز. أريد استعارة كرتك أولا. حسنا، موافق، ولكن انتبهي لها، إنها كرتي المفضلة. ستكون في أمان، أعدك. سأذهب لأرى فكري. لتنصب فخا دع طعما مغريا. الذي أخذ أغراضنا سيأخذ كرة كرز المفضلة، لذا سنراقبها ونقبض عليه. أوه، أهلا. لقد اعتقدنا أنك جائع. أحضرنا البسكويت. شكرا. إذن لماذا نختبئ هنا؟ لنقبض على سارق أغراضنا المميزة. وضعت كرة كرز المفضلة هناك. أي كرة؟ لقد اختفت. أوه، كرته المفضلة روزي. وعدت أن تحافظي عليها. أعرف، سأشرح له الأمر. أتمنى ألا يصرخ في وجهي. اختفت، لكنها كرتي المفضلة. أنا متشائم للغاية منذ هذا الصباح. سامحني يا كرز، كنت أحاول إعادة أغراضي المفقودة. ربما علينا فتح هذه الآن. أظنها من الذي أخذ الأغراض. ريش. إذن لو عرفنا من عنده ريش غزير سنعرف من أخذ الأشياء. ما هذا الصوت؟ كأني أسمع صوت منبه. إنه قادم من عرفنا من. هذا زري بلبلة. أنا وجدته على الطريق. أبوني. هذه كرتي بلبلة. لماذا أخذت أغراضنا؟ لا يحق لك ذلك. لأنها تعجبني وليس عندي مثلها. ليس عندي من هذه الأشياء. ففكرت أنك بادل. عليك استئذان الشخص قبل أخذ غرضا يخصه. أعرف، وعرفت أنني لا أملك شيئا مميزا إلا ريشي، وحين بادلتكم به فقدته كله. حتى الاحتياطي. كم أنا حزينة. جميعنا حزننا لفقدان أغراضنا المميزة، لهذا هي مميزة. بوني سيزورك في أي وقت يا بلبلة. ويمكنك استعارة منبهي. وربما كرتي أيضا، لكن اسأليني أولا. ها؟ آسفة للمشاكل التي سببتها لكم. ليتني أستطيع تعويضكم. تستطيعين. أنا تسابق يا كرز. الصاروخ الخارق مستعد للسباق. أنا قادم. حسنا، النتيجة متقاربة جدا، لكن الفائز هو روزي. شكرا يا كرز، إنه أفضل سباق قمنا به، وهو آخر سباق تفوزين به. رائع. نعم، ألست رائعة؟ مرحبا يا كرز. يا له من يوم جميل يا كرز. أهلا يا كرز، لقد كنا نناديك، لما لم تتوقف؟ ماذا؟ أنا منشغل، آسف. هل تبحث عن شيء؟ بسكويت؟ لتضعه في علبة البسكويت؟ أبحث عن المكان المناسب لأضع كبسولة الزمان. ما هي كبسولة الزمان؟ سأملأ العلبة بأغراض وأضعها في قلب الأرض. رائع! لماذا؟ حتى يجدها الناس بعد وقت بعيد في المستقبل.
لكن يجب أن أجد المكان المناسب لوضعها. اسأل فكري، هو أكثر من يعرف عن الحديقة. شكراً يا روزي. هذا رائع فعلاً، كبسولة الزمان. أحتاج إلى مكان مناسب وهادئ. أتعرف مكاناً يا فكري؟ هنا تماماً. علينا أن نحفر حفرة. وهي قد تدغدغ جذورك. لا بأس بهذا، بين جذوري هو أفضل مكان لكبسولة الزمان. أشعر أنه المكان الأنسب والأضمن. ياي، شكراً. نرد، أقصار سريعة. إذا جاء ونيس فأنتم لم تروني. ما حكاية كبسولة الزمان؟ ماذا ستضع فيها يا كرز؟ لم أقرر بعد، لكن أغراض مهمة ستكون مهمة. أيمكن أن نضع فيها أغراضاً؟ نعم، لما لا؟ هيا لنبحث عن أغراض. أوه، أنا عندي الكثير من الأشياء الهامة. أريد أن أضع الصورة التي رسمتها. هذه أنا وهذا رومبا. أنا سأضع سيارة السباق السريعة. وماذا عنك يا رومبا؟ طائرتي الورقية الثانية، مقلاتي المفضلة، صنعت بها أطيب الشطائر وألذها. حسناً، ولكن هذه آخر الأغراض. كان هذا هو كماني الأول. هل أستطيع أن أضعه في الكبسولة؟ ربما سيسبب مشكلة. الناس في المستقبل سيكتشفون بلبلة عبر عبانية أعشاش على الإطلاق في هذه الحديقة كلها. بلبلة، ادخل هنا. ولكن طائرتي أهم بكثير من رسم روزي. لا شيء أهم من عشي. اسمعوا، سأختار الآن أهم غرض للكبسولة، سيارتي. ليس عدلاً. إن اخترنا أشياء صغيرة مهمة لنا، يمكن للجميع أن يضعوا شيئاً. حسناً، لكن أسرعوا حتى نضعها في الأرض، فهنا تكمن التسلية. صغيرة لكنها أيضاً سريعة. أحد أزراري المفضلة. وهذا اليويو الثاني لدي. صنعت هذا السوار. الوداع. فكرة لطيفة يا لين. وأنا صنعت هذا الدب. إنه أنا. ريشة، قطع زجاجة. جيد، الكل وضع غرضاً في الداخل ما عدا أنا. لا زال هناك مكان لغرض منك. لكنني لم أفكر في شيء يا لين. ما رأيك في ورقة؟ الأوراق لا تعمر طويلاً يا رومبا. فكرة، غصين. شكراً يا لين، لا أظن أن الغصين غرض مهم. الناس في المستقبل لن يجدوا شيئاً مهماً مني يتذكرونني به. هل نحفر الحفرة الآن؟ ما هذا؟ إنها علبة، لنفتحها. وقع منها شيء، انظروا بسرعة. هيا امسكوا هذه الورقة. رائع يا ونيس. إن هذه صورة. صورة قديمة جدا، وهي تشبه تماما تلة فكري. ولكن أين فكري؟ ها
هل ألقي نظرة؟ إنه فكري. انظر. نعم، هذا أنا عندما كنت صغيرا جدا منذ سنوات طويلة. يا سلام، كنت قد نسيتها تماما. عرفت ماذا سيضع فكري في كبسولة الزمان. أنتما هيا تصالحا فورا. قولوا لذيذ. لا، قولوا فكري. فكري. انظر يا فكري، هذا أنت منذ سنوات عديدة، وهذا أنت الآن مع كل أصدقائك. لنضع الصورتين معا في الكبسولة. أنا الآن فخور أكثر من أي وقت في حياتي الطويلة. نعم، كنت شجرة صغيرة وأصبحت أكبر الأشجار في الحديقة. لا، لأن لي كل هؤلاء الأصدقاء. أنا فخور جدا بهذا. عندي. غلطتك.